طيب، الاتحاد الافريقي لكره القدم او الكاف اعلن عن تشكيل الجوله الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وكان الحقيقه طبعا اللي انتهت امبارح بفوز الاهلي على المريخ السوداني بثلاثيه نظيفه. المارد الاحمر استهل مشواره نحو الحفاظ على لقبه بالفوز على المريخ السوداني بثلاثيه دون رد. التشكيل المعلن عن الكاف شهد اكتساح تام من جانب لاعبي النادي الاهلي وسط حضور محمود وحيد ظهير ايسر الفريق رغم غيابه عن المباريات لفتره كبيره. من ناحيه اخرى لم يشهد التشكيل ظهور اي لاعب من جانب نادي الزمالك واللي تعثر على ملعبه قدام مولوديه الجزائر بالتعادل بدون اهداف. التشكيل جه كالتالي: في حراسه المرمى علي صالح من مولوديه الجزائر، خط الدفاع محمد هاني من نادي الاهلي، محمد حداد من مولوديه الجزائر، ديبوسا من سان داونز، ومحمود وحيد من الاهلي، خط الوسط ديانج من الاهلي وضيوف من مازامبي واوبينيزا فيتا كلوب ومانديلا من كوناكري، وخط الهجوم بواليا من نادي الاهلي والسيلا من تونجة السنغالي. اربع لعيبه من نادي الاهلي في تشكيل اولى جولات دوري ابطال افريقيا تعكس، منهم الحقيقه محمود وحيد وبواليا، ودي بالنسبه لهم هم، يعني مش من وجهه نظري انا الشخصيه، لكن بالنسبه لهم هم اعتقد دفعه كبيره جدا ان هم يشتغلوا على نفسهم اكتر وان قدراتهم تسمح لهم ان هم يكونوا موجودين وسط تشكيل دوري ابطال افريقيا.